عملتوا 6 أفلام مع بعض، وده بالنسبة للعلاقة القوية دي قليل مش كتير. ما دي لها حكاية برضو. يعني حكاية بسيطة، لكن هي احنا قررنا ما نشتغلش مع بعض لان طلعت اشاعة علينا احنا الاثنين. انا في صديق لنا المخرج طبعا معروف رأفت الميهي، انا كنت هصور له اول فيلم كان اسمه عيون لا تنام، ومضيت العقد وخلاص. محمد ما كانش عنده افلام ف يا دوبك مضيت العقد تاني يوم لقيت محمد جاي لي البيت بيقول لي داخلين فيلم مضى مع محمود ياسين اسمه الصقر. قلت له انا مضيت، انا مضيت خلاص، وده رأفت صديقنا وكده. قال لي الصقر ده كله في الشارع، مين هصوره غيرك؟ انت بتقول لي ما صورش فيلم. انا بالنسبه لي محمد زي اخويا. اعتذرت لرأفت، فطلعت اشاعه لما اعتذرت لرأفت وعملت الصقر، طلعت اشاعه بقى ان سعيد شيمي هيسيب اي مخرج يشتغل مع محمد خان، ودي مضره ليا ومضره له. فبعد الحريف قلت له احسن حاجه كل واحد لو انت واقف على رجليك وانا واقف على رجليا. وطبعا الناس كانوا بيستعجبوا جدا، اصحاب قوي بيشتغلوش مع بعض. وحضرتك بتقولي الحريف، انا من القراءات برضو انه كان بيتقال عليك حريف التصوير طول الوقت في الشارع، الناس كانت بتقول لك كده. الحريف انا عملت لعادل امام افلام كتير كلها كوميدي، الحريف مش كوميدي. فانا خفت انه هو متعود، يعني الكوميديا بتاخد نوع من الاضاءه مختلف تماما عن الدراما. فقلت له استاذ عادل الفيلم ده يختلف عن اي فيلم، لان بيضرب مراته وبيغش في اللعب حاجات كده. فقال لي انا ماليش دعوه خالص، ده شغلك. عادل ذكي، ذكي جدا يعني، عشان كده هو وصل نجم كبير يعني. نوجه له طبعا التحيه الزعيم عادل امام، وكنا بنحتفل بعيد ميلاده من ايام قليله.